يقول: هل تجوز مشاهدة ما يعرض على القنوات الفضائية من أفلام مثيرة وعورات، علما بأن بعض الناس يقول أن هذا جائز؟ وكيف نستطيع إقناع هؤلاء بأنه حرام؟ هذا حرام واضح التحريم وشديد التحريم. مطالعة المسلسلات الهابطة والأفلام الخليعة هذا شديد التحريم، لأنه يثير الفتنة ويحرك الشهوة ويدعو إلى الفساد، فهذا أمر منكر ودمار للبيوت وخراب للأخلاق وإفساد للأسر، وهذا من الفتن العظيمة التي بعثت على الناس في آخر هذا الزمان. فهذا حرام شديد التحريم، والذي يقول إن هذا مباح هذا يقول على الله بلا علم، لأن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الأسباب التي تؤدي إلى الفواحش، سد الذرائع سبحانه وتعالى التي تفضي إلى المحرمات. ولا شك أن هذه الأفلام الخليعة وهذه المسلسلات الهابطة أنها وسيلة إلى الحرام، وما فسدت البيوت والأسر إلا من أسباب هذه الأمور وهذه الدعايات المضللة. فالواجب على المسلم أن يطهر بيته ومحله من هذه الأمور التي هي من أوكار الشيطان ومن مستنقعات الفتن والأخلاق الرذيلة، صدرها لنا أعداؤنا ليفسدوا بها أخلاقنا وأسرنا وبلادنا أكثر مما يدمرونها بالسلاح الفتاك. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وذهاب الأخلاق يحصل بسبب هذه الوسائل الخبيثة.